هسه بدنا نحكي عن المثلث. مثلث كيف يعرف رسمة المومنت الشير ديجرام له؟ احنا بنعرف حال كان اللود مستطيل الشير لينير المومنت كيف؟ صح. يب حال كان اللود لينير الشير كيرف مومنت كيرف. كيف بدي اعرف هذا الاشي؟ طيب نعرفه بسهولة، يعني صعب انه نوجد طريقة المساحات زي ما حكينا بالفيديوهين اللي قبل، نضطر نوجد طريقة القطع او طريقة الفانكشن. بس اذا بدي اوجده بمساحات مثلا ممكن يزبط وممكن ما يزبط. فبس احنا مشان شكل الرسمة، ليش عشان شكل الرسمة؟ خلينا نحل المثال كأنه هاي عندي سيمبل بيم، سيمبل بيم في عليه لود مثلث مختاره 20 وطوله 9. بالتالي سمبل بيم تركيزه راح يكون على الثلثين، فبالتالي الرياكشن اللي هون له ثلث والرياكشن اللي هون له ثلثين 60. او بتحل يدوي مومنت ما مومنت عادي يعني، بس هاي مع الممارسه بتحفظ هذا الشيء. تمام. هسه برسم خط المومنت ديجرام. تمام. هاي الشير. هسه الشير مثل ما حكينا انه بدي اطلع 30، طلعت 30. بعدين مشان اجيب القيمه اللي على الخط هذا بدي اشوف قديش قيمه اللود. قيمه اللود هي نص ضرب 20 ضرب 9 بتطلع معي 90. يعني بده الاسهم لك لحد، فبالتالي بدي انزل 90. يعني انا هاي 30 ناقص 90 بتعطيني سالب 60، فهاي القيمه اللي هون سالب 60. تمام. سالب 60 كيف اوصل بينهم؟ اذا بتقول لي لينير بقول لك غلط. ليش؟ لانه لو لينير تكون قيمه الزيرو شير مثلا هاي اكس وهاي 9 ناقص اكس، فتطلع معي قيمه اكس غلط، ما بتطلع قيمه اكس الصح. وثاني شيء لما يكون اللود لينير فالشير بده يكون كيرف. هسه الكيرف اعمله هيك ولا مثلا اعمله هيك بفرق معي، او اعمله هيك مثلا خير معي صح. هذا هيك وهذا هيك، هذا بفرق معي من السلوب. نرجع شوية رياضيات، نرجع شوية رياضيات. فلما يكون الكيرف مثلا هيك وكانت هاي اكس وهاي 9 ناقص اكس، فالاكس ما راح اعمل شبه مثلثات عشان اوجدها، يعني هاي مش راح تكون بالنص او على ثلثين، فبالتالي صعب توجدها يدوي، صعب توجدها يدوي، تضطر تخطئ عشان توجدها. طيب انا كيف بدي اوصل بينهم هيك ولا هيك؟ بكل بساطه بدي اشوف انا الميل اللود. هسه اللود اذا كان اللود نيجاتيف، يعني الدبليو هاي الدبليو لتحت صح؟ صح. يعني الدبليو ماله نيجاتيف، فلما الدبليو نيجاتيف لازم سلوب الشير، سلوب الشير يكون برضه نيجاتيف. كيف يعني سلوب الشير نيجاتيف؟ يعني يكون نازل، يعني هيك السلوب، هيك السلوب، هيك نيجاتيف، نيجاتيف سلوب وهيك بوزيتيف سلوب. تمام تمام. فبالتالي يعني هذا طلع البوزيتيف سلوب. فأنا كونه عندي اللود نيجاتيف يعني لتحت، فبالتالي السلوب نيجاتيف. فبالتالي كيف يكون اللود نيجاتيف؟ إذا كان الميل هيك فالمماس هيك، فالمماس هيك معناها هيك نيجاتيف. أما لو كان اللود هيك ماشي هو هيك، بس لا ما هي بطريقة ما بصير العكس. فإيش بعمل؟ فبكون السلوب بالسلوب هيك، السلوب ماله نيجاتيف، نيجاتيف سلوب، نيجاتيف سلوب. أموري تمام تمام تمام. فهيك الرسمة. بس هاي المسافة من هون لهون ما بوجدها إلا على طريقة القطع، حسب بكون كيف بنجيبها. نيجي للكتاب. الكتاب شو بقول لي؟ بقول لي كونه الدبليو نيجاتيف فالفي سلوب نيجاتيف، وكونه اللود بيزيد، هاي لاحظ اللود بيزيد من كان صفر وصار 20، بالتالي الشير بده يزيد. فعلا الشير بيزيد، كان 30 وصار 60. هو انساك من الإشارة، القيمة بتزيد، القيمة بتزيد. تمام تمام. طيب هسه عشان المومنت، عشان المومنت
طبعا بدي ارسم المومات موجة فوق وسالب تحت بعدين بعكسها. هسا السلوب او الشير هون بوزيتيف صح؟ صح. وهون الشير نيجاتيف صح. فبالتالي بوزيتيف شير، خلينا نمسح هاي، في شيء مسحته بالغلط، خلينا نكتبها مره ثانيه. نيجاتيف دبليو يعطيني نيجاتيف سلوب فور شير. طيب نيجاتيف او بوزيتيف شير بيعطيني بوزيتيف سلوب فور مومنت. يعني اذا هون الشير قيمته موجبة، فسلوب المومنت بده يكون هيك، فبالتالي المومنت الكيرف تبعه زي هيك يكون. تمام، هيو السلوب بوزيتيف. هسه الشير هون نيجاتيف، فبالتالي نيجاتيف شير بيعطيني نيجاتيف سلوب، فبالتالي السلوب بده يكمل معي هيك. فالسلوب هون لاحظ انه نيجاتيف، فلو بدي ارسم انا بوزيتيف تحت ونيجاتيف فوق تكون الرسمه زي هيك بس، فما ليش بالموجب والسالب، هي عكس هذيك بتعبت زي كانك عكستها، ما ليش فيها. طيب عشان القيمة هاي الماكسيمم مومنت، مش حكينا من متخط مقط، بس قيمة اكس بس ناقص اكس، انا كيف بدي اوجدها هاي؟ ما بقدر اوجدها الا بطريقة واحدة، اني اقطع موجة الاقتران ويساوي زيرو شير، او اقطع السكشن، اقطع خذ الجزء اليسار لانه اسهل. عندي هاي اكس، عندي هاي دبليو، عندي هون في، عندي هون مومنت، عندي هون 30. تمام، انا ايش قاعد بدور؟ على زيرو شير، يعني هاي زيرو، فايش بحكي انا؟ سيجما اوف واي بتساوي زيرو، فعندي 30 ناقص دبليو في اكس بتساوي زيرو، فبتجيب قيمه اكس. طيب دبليو كم؟ لما تشوف المثلثات دبليو على اكس بتساوي 20 على 9، فبالتالي دبليو بتساوي 20 على 9 اكس. ف 30 ناقص 20 على 9 اكس تربيع بتساوي 0، ف اكس بتساوي المفروض 5.2. بطلت تحسب. طلعت تحسب ابصر ليش. المهم بدها تطلع 5.2 يعني اجباري. تمام. ممكن اكون مخربط او شيء، بس انه هي بتطلع 5.2. فهسه مساحة الشير بتصير المومنت. طب كيف بدي اوجد هاي المساحة؟ بكل بساطة بحكي لك، أنا عندي مستطيل، عندي هذا البي وهذا الاتش، بس المستطيل هذا بتقسم إلى شكلين زي هيك، هذا الشكل والشكل الثاني اللي هيك يكون هيك. لاحظ السلوب بفرق معك، السلوب بفرق معك. هذا شو قانونه؟ هاي البي وهاي الاتش، هاي البي وهاي الاتش، بقول لك انه هذا هو 2 على 3 وهذا ثلث، فبالتالي هذا قيمة اللود 2 على 1 على 3 بي في اتش، هاي مساحته، وهذا شو مساحته؟ 2 على 3 بي في اتش، فهي قيمة المساحة اللي بتخليني اجيب قيمة المومنت.
بس لا تعتمدها لأنه مش دائما صحيحة، لأنه مش دائما كل الأشكال راح تطلع معك، مش راح تطلع معك. يعني لو بدك تحسب هذا 2 على 3 في 30 في 5.2 بتصير معك 104، اللي هي القيمة هاي، هي القيمة هاي. بس بخصوص القيمة اللي إني أصفر وأتأكد إنه صفر ما بيطلعش معي ثلث بي اتش. يعني لو بدك تحكي إنه هاي 3.8 تحكي 1 على 3 في 60 في 3.8 ما بيطلعش معي سالب 104 وبصفر. ليش؟ عشان هيك قلت لك لا تستعمل طريقة المساحات، لا تستعمل طريقة المساحات. تمام. هيو شوف لما أوجد قيمة X شو عمل؟ حكى أخذ سيجما أف واي قطع وأخذ الجزء اليسار، فبحكي أنا 30 ناقص إيش تركيز اللود؟ نص. أنا ضربت مستطيل بالحلاق هي نص في 20 على 9 إكس تربيع. أنا نسيت النص بالحلاق، مش مشكلة. فهي هون شو بقول لك؟ قاعد بقول لك الدبليو نيجاتيف إنكريزنج، يعني قاعد بزيد الدبليو، فبالتالي السلوب في سلوب نيجاتيف إنكريزنج. فعلا هيو السلوب نيجاتيف وبزيد، هو أصلا هيو بزيد يعني. أما لما تيجي على المومنت بقول لك هذا الشير بوزيتيف ديكريزنج، فبالتالي المومنت سلوب بوزيتيف ديكريزنج. كيف يعني؟ كل ما تطلع السلوب راح يقل، يعني السلوب هون زيرو بصير آخر شيء. مش مهم يعني، المهم أعرف إنه السلوب بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان رسمة المومنت ورسمة الشير. هون بقول لك الشير نيجاتيف فالمومنت نيجاتيف فعلا هي. وكلمة increasing يعني إنه السلوب بيزيد، يعني الهون السلوب بصير هيك عالي كثير، السلوب بس هيك بكون قليل، فكل مرة السلوب قاعد بيزيد. هاي إذا بدي أحله على المساحات، والمساحات قلت لكم مش دائما تزبط. فكيف بدي أحله؟ كيف توجد هاي القيمة؟ حكينا مساحات، طيب غير هيك طريقة الفانكشن. بس طريقة الفانكشن أو بقطع هون، حكينا هاي المسافة تطلع معي 5.2، هاي 30 وهاي بتكون 20 على 9 إكس اللي هي 5.2 تشمم مثلثات. فعندي هون الشير زيرو مثلا تساوي زيرو، وعندي المومنت. فالأم شو بتساوي؟ أم زائد نص في 5.2 في قيمة الدبليو في إيش كمان؟ 5.2 على 3 بعدين ناقص 30 في 5.2 تساوي زيرو، فبتطلع معي قيمة المومنت 104. هي طريقة القطع، أو بستعمل طريقة الفانكشن، بطلع اقتران البيم هذا وبحكي مثلا زيرو شير بتساوي ماكسيمم مومنت وبحل. طريقة القطع موجودة هون. فهذا المثال أوجدت الرياكشن، رياكشن هذا 20، رياكشن اللي تحته 5. بدي ارسم مومنت شير ديجرام بدون القطع، بدي ارسم هاي الرسمة اللي طلعت معي هون. شو بعمل؟ نفس الشيء، بتخط هون خط هون خط هون، عندي شير 5 بيطلعني. بعدين في عندي الكيرف، هذا الكيرف هيك السلوب او الدبليو نيجاتيف، فالسلوب بده يكون نيجاتيف، ايو نيجاتيف. وديكريزنج برضه ديكريزنج، يعني اللود قاعد بقل. كيف يعني ديكريزنج؟ يعني راح يوصل لمرحله ان السلوب بيكون هيك، بصير هيك بصير هيك بصير هيك عادي، يعني هيك مساكن الرسمه، انه ما بصيرش هيك الرسمه، بتصير لا هيك هيك رسمه الشير لهذا الجيم بتكون هيك، هذا الجزء هيك. انسوكم انا دائما بكتب شكل التقاعر، مش مهم عادي، فتكون هيك رسمة الشير، هيك رسمة الشير. بعدين في عندي 20 بتطلعني صفر، فهذا بوزيتيف هذا نيجاتيف. كيف بجيب هاي القيمة؟ بفرض انه هاي اكس مثلا وهاي زد ناقص اكس، باخذ الجزء اليمين لانه بصير شبه من حرف صعب. عندي هاي 10 3 20 W X،
طبعا متشابه مثلثات باليو على اكس بتساوي قيمة اللود اللي مش عارف شو قيمته 5 على 6، فدبليو بتساوي 5 على 6 اكس، بحطها بحكي سيجما اوف واي تساوي 0 مثلا، بطلع قيمة اكس. تمام، نيجي للمومنت. المومنت هون 0 معروف طرف، بعدين عندي هون بوزيتيف، فبالتالي بوزيتيف بوزيتيف شو بده يصير عندي؟ هاي كان مرسوم عن نيجاتيف بوزيتيف تحت هاي، لا هاي بوزيتيف، فبالتالي الشير بوزيتيف، فبالتالي هذا السلوب لها هيك، هيك رسمت المومنت الجرام. بجوز بده يصير خطأ، بعدين هذا نيجاتيف بده ينزل، بنزل لسالب 30، بعدين عندي هذا 10 في 3 30، صار هيك لي، فهيك رسمت المومنت ديجرام الصح وبس. المائل المائل نفس ليش المائل، شو هاي مائل ترسم مومنت ديجرام مائل عادي بخصوص الزيرو، هاي القيمة هاي شابه مثلثات وبس. هاي الرسمة، هاي شرح الرسمة وطريقة المساحات كلها مش مهمة كثير، لا تعتمد هاي، اعتمد الخطأ الطريقة ها. هذا مثلث، نيجي لهذا، لاحظ درو ذا شيء من فيجر 4-14، سو هذا كانه سؤال يعني مش سؤال. فهون شو بحكي لي؟ لاحظ هون الدبليو نيجاتيف، دبليو نيجاتيف صح؟ فبالتالي السلوب نيجاتيف، هاي السلوب نيجاتيف، وبزيد السلوب، بزيد السلوب كل ما زاد الهاي. أما لاحظ الشكل الثاني، السلوب قاعد بقل، يعني كان هون 6 وهون 0، فبالتالي هو قيمته سالبة، فالسلوب نيجاتيف بزيد، هايو نفس الشيء، لا بقل، هايو بقل السلوب، بقل السلوب، شوف كيف كان، كان هيك عالي، كان عالي، بعدين صار يقل، صار يقل، هيك صار السلوب آخر شيء. فالمومنت فهون بوزيتيف شير، فبوزيتيف سلوب، نيجاتيف شير، فنيجاتيف سلوب، فالكير مماسات، السلوب بكل مماس. نيجي لهذا، لاحظ الدبليو نيجاتيف وبتزيد، فبالتالي نيجاتيف وبتزيد، فعلا هاي السلوب لحد هون، لو شوف السلوب بزيد، كان خفيف بعدين صار يزيد، بعدين هذا لينير. فبخصوص المومنت الشير نيجاتيف، فبالتالي السلوب نيجاتيف، طلع هيو نيجاتيف، السلوب نيجاتيف بس. فشكل التقعر عرفنا كيف نجيب شكل التقعر. هذا كمان سؤال، لاحظ الشير، الشير هون، هون الدبليو نيجاتيف صح، فالسلوب ماله نيجاتيف، ايوه سلوب نيجاتيف، سلوب نيجاتيف، فالشير بوزيتيف هون، فالمومنت بوزيتيف، هي مومنت بوزيتيف، تتقعر هيك. وصلت؟ وصلت نفس الاشي، شير سالب، ميل سالب، شير موجب، ميل موجب، شير سالب، ميل سالب، بس كثير خفيف. أيوه هذا كمان سؤال، بحكي لي رسم البيم، رسمته، بحكي لي هون الشير نيجاتيف، الشير هون، الشير هون، شوف الشير هون بوزيتيف صح، صح، فالميل بوزيتيف هي، بعدين هون الشير نيجاتيف، فالميل نيجاتيف هي، فكيف بوصل بين هذول الاثنين؟ بوصل كيف زي هيك؟ مش هوصله هيك يعني. تمام، نيجي لهون هسه المثلث، المثلث هذا بوزيتيف، فالشير بوزيتيف، قصدي اللود دبليو نيجاتيف، الدبليو، الدبليو نيجاتيف، فالشير نيجاتيف، هيو هيو السلوب للشير نيجاتيف، هيو ضل نيجاتيف، بس شكل التقاعر اختلف. ليش؟ لانه هون السلوب كان بزيد، فهيو السلوب كان هيك، بعدين صار هيك، صار هيك، صار هيك، بعدين هون السلوب، السلوب هون قاعد بقل،
يعني السلوب كان هيك بعدين صار السلوب هيك، فبالتالي السلوب إذا كان بزيد فالكيرف بيكون هيك مثلا، بزيد بزيد ميله، بزيد ميله ليصير هيك هيك على السلوب. أما لو كان السلوب بقل فالشير بيكون هيك. ليش؟ إنه هون عالي، هون أقل، هون أقل، هون أقل، أقل، آخر السلوب بيوصل صفر، عشان هيك اتجاه التقاعر هيك. فبالتالي هنا بوزيتيف شير فسلوب مومنت هيك. طب كيف شكل التقاعر؟ هون الميل قاعد بقل، قل الميل قاعد بقل، فهون برضو الميل قاعد بقل. أتمنى أنها تكون وصلت، يعطيكم العافية.